ابراهيم، النهارده ان شاء الله هنحل اول شيت في الاريز. اول سؤال عندنا: write C program that calculates the maximum, the minimum and the average of 10 numbers entered by the user and stored in array. تمام، هي طبعا المسألة سهلة، مش ما فيهاش حاجات كتيرة. فأول حاجة عندي هنا عملت define size ب10، عشان هنا هو اللي قال لي the average of 10 numbers. تمام، بعد كده عملت array السايز بتاعه اللي هو سايز اللي هو فوق هنا 10. تمام، بعد كده عرفت 3 variables، هما الماكسيمم والمينيمم والتوتال، والتوتال خليته بزيرو. تمام، بعد كده بدأت أعمل لوب تعدي على كل element في الأري علشان اليوزر يبدأ يدخل الأرقام. تمام، بعد كده بدأت هنا حطيت الماكس والمينيمم والتوتال بالأري في زيرو. ليه؟ علشان اليوزر ممكن يدخل أرقام نيجاتيف، فانا ما اقدرش احط رقم ماكسيمم من عندي initial value اقدر احددها، ولا المينيمم، فعشان كده سبتها زيرو، سبتها زي ما هي، وخليت لما اليوزر يبدأ يدخل ارقام ابدأ احط انا الماكسيمم باول element هو دخله. تمام، بعد كده بدأت اعمل لوب تانية، بدأت هنا من i equal 1 مش من i equal 0، علشان انا هنا خلاص فوق عملت initialization ليهم بالarray of 1 بالarray of 0. تمام، فانا مش محتاج اعيد عليه تاني. بعد كده بدأت هنا عملت تشيك، اول حاجة if الماكس اصغر من الarray of i. دلوقتي طبعا عايز الماكس تبقى اكبر رقم، فالماكس لو اصغر من رقم فبخلي الماكس بتساوي الarray of i. تمام، بعد كده المينيموم هنا برضو نفس الكلام، عملت تشيك لو المينيموم اكبر من الarray of i فاخلي المينيموم يساوي الريف اي. بعد كده طبعا سواء بقى دي صح او دي صح، طبعا انا عايز اخلي كل مره يعمل توتال بلس ايكوال الريف اي. بعد كده عرفت هنا في الاخر، بعد ما خلصت اللوب عرفت فاريبل انت افريج ايكوال توتال على السايز. تمام، بعد كده عملت هنا برنت اف للماكس نمبر والمينيموم نمبر والافريج. تمام، هو دي هنا انا عاملها فانكشن، فهتنزل تحت في المين اروح جاي اعمل لها كولينج. تمام، نجرب، بيقولنا ان انت نمبر، حط مثلا 1 2 3 لحد 10. تمام، طلع لي هنا الماكسيمم نمبر 10 والمينيمم نمبر 1 والافريج 5. تمام، يبقى كده الحل بتاعنا شغال مظبوط.